السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من لقاء خاص مرة أخرى. مؤتمر حضرموت الجامع، نواصل القراءة في هذا الحدث الوطني الهام. إلى أين وصلت الجهود فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر بين رؤية تصحيح المسار ومواقف اللجنة التحضيرية؟ سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع والقضايا المتعلقة أيضا بمؤتمر حضرموت الجامع من خلال ضيفنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الله صالح الكثيري. أهلا بكم. أهلا وسهلا. في الحقيقة أولا يشرفني أن أكون ضيف هذه القناة التي نعتز بها جميعا، وفي البدء أرحب بكم جميعا وأنتم في أحضان صيئون الطويلة، مدينتكم التي تعتز بوجودكم، ونتمنى بإذن الله أن تكونوا دائما بيننا لكي تنقلوا كل الفعاليات وما يعتمل على الساحة. شكرا شيخ. طيب دعنا ندخل مباشرة، لعلي أبدأ معك من الإجراءات الأخيرة المتخذة. تباينت وجهات النظر حقيقة، هناك لجنة توفيقية، هناك رفض من قبل تيار تصحيح المسار للإجراءات أو بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة التحضيرية في مؤتمر حضرموت الجامع. نعم. ماذا بعد؟ السؤال ماذا بعد؟ أولا نحن جميعا مع قيام مؤتمر حضرموت الجامع، وهذا يعتبر هدف ومطلب للجميع. أعتقد أن كل حضرمي هذا الأمر يهمه كثيرا ويحرص على أن يكون واقع، ولكننا وفي اعتقادي أنه كل حضرمي أيضا يهدف إلى أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر ناجح، لأن هذه أو هذا الحدث العظيم والكبير نحن نفهم أنه سيكون الجانب الأساسي في نقل حضرموت من واقعها ومن الفترة الماضية التي عانت فيها الكثير إلى واقع أفضل يحقق فيه طموح الحضرمي بشكل كبير جدا. لهذا نحن نحرص كل الحرص على أن يكون هذا المؤتمر ناجح. هذه مطالب وهذه أمنيات، ماذا أفرز الواقع في ظل التباين الحاصل الآن؟ ماذا أفرز الواقع وإلى أين يصل المؤتمر في ظل هذا الاختلاف؟ نعم، أنا سأدخل إلى هذا الموضوع من خلال الرغبة أو التأكيد على أننا نريده مؤتمر ناجح، وفي فهمنا أن النجاح لن يأتي إلا بحسن الترتيب والإعداد لهذا المؤتمر. هذه القضية تتطلب إلى أمور مهمة، أهمها أولا أننا ننظر لهذا العنوان الكبير الذي يحمله هذا المؤتمر، إنه مؤتمر حضرموت الجامع، وفهمنا لهذا الكلام أنه يجب أن يضم جميع أو أغلب أطياف المجتمع الحضرمي. يعني هل أفهم من المؤتمر حتى الآن لم يتبنى هذه المعايير؟ لم يضم كافة أطياف المكون الحضرمي؟ نعم، بوضعه الحالي لم يتبنى. كيف؟ نعم، أعطينا يا شيخ بعض نماذج من هذا. طبعا هناك على الساحة الحضرمية الواسعة والكبيرة هناك مكونات كثيرة جدا، هذه المكونات يجب أن تشارك في مؤتمرها هذا، وأن تشارك بممثليها الذين سيعملون معا من أجل تحقيق كل النتائج المطلوبة والأهداف المطلوبة لهذا المؤتمر. تعيين اللجان الذي هو حاصل اليوم طبعا لم يستوفي كل أطياف المجتمع الحضرمي على الإطلاق، يجب أن يستكمل. لكن هم اللجنة التحضيرية ومن خلال مندوبيها ومن خلال ما يصرح به هنا وهناك يؤكدوا بأنهم قد التزموا بهذه المعايير، بينما تيار تصحيح المسار يرفض هذه التصريحات ويقول هناك خلل واسع. هل نتعرف من خلالكم على أبرز ملامح هذا الخلل من خلال اللجنة التحضيرية؟ نعم،
أولا أنا بسأل وأرجو أن أتحصل على إجابة، من عين هذه اللجان؟ أريد إجابة، أريد جهة أو شخص يقول أنا عينت هذه اللجان. أنا في اعتقادي أنه الشيء الصحيح أنه تعيين اللجان والمندوبين وهذه الأمور اللي موجودة نفس المكونات هي التي تعين مندوبيها. يعني هذه الأخطاء، هل نفهم أنه الخطأ في شكل وأسلوب تعيين اللجنة أو الإجراءات التي اتخذتها اللجان التحضيرية واللجنة الرئيسية، أين الخطأ؟ نحن حرصا على أنه نلتم ونعمل بشكل موحد، لم نخطئ أخواننا، رغم أن اللجان التي شكلت فيها نواقص، ولا نريد أننا نعيد أو نكون فعل ورد فعل على الإطلاق، هذا لن نرضاه، لكننا أيضا لن نسكت أو لن تمر الأمور هكذا بدون التصحيح الذي يعز أو يؤدي إلى نجاح المؤتمر ويعز حضرموت. اللجان التي شكلت شكلت بطريقة خاصة، وبالتالي لم تستوفي جميع أطياف المجتمع الحضرمي ولا مكونات، وهي معروفة ومعروفة لدى الجميع. حاولنا منذ البداية أن نلتقي وأن نتفاهم في أن يجب أن يعود الناس لكي يكون هناك في مشاركة عامة لهذا المؤتمر الجامع. طيب لو لو سألتك شيخ عبد الله، نعم، بالمقابل أنت طرحت السؤال من الذي عين هذه اللجنة؟ ما أنا واضح هذا السؤال وأريد الإجابة من لو سألت أنا بالمقابل سؤال آخر، ما هي المعايير التي تعتقد أنه من خلالها يتم تعيينها مثل هذه؟ هناك في الساحة الحضرمية أو كيف يتم تعيين لجنة مثل هذه؟ نعم، هناك في الساحة الحضرمية كوادر ورجال كبار جدا سيؤدوا الواجب تجاه حضرموت، وحضرموت لم تخلو في أي فترة وفي أي عصر من عصورها من الرجال القادرين على أن يعطوا العطاء الكبير. هناك الكثير والكثير من رجالات حضرموت سواء كانوا في الداخل أو في المهجر، لديهم الكفاءات العالية، لديهم القدرة، لديهم كل الأمور التي يفترض أن تكون موجود في عضو اللجنة سواء كانت هذه اللجنة أو الأخرى. أنا أقول وأعتقد أنه الكل يعرف أن الكثير من هذه الشخصيات، الكثير من هذه النوعية لا توجد في اللجان الموجودة. مع احترامي لأعضاء اللجان، نحن نعزهم وليس لنا رغبة في أن يتم إبعاد أو طمس جهود هؤلاء، لا، هم إخوتنا وهم حضارم وعلى الرأس، لكن يجب أن يكون هناك في تحسين من خلال إضافة الشخصيات الكبيرة التي هي موجودة على اتساع الساحة الحضرمية كلها في الداخل وفي المهجر، ويكون هناك في التحام لتشكيل كتلة قوية قادرة على أن تؤدي بهذا المؤتمر إلى بر الأمان. طيب شيخ عبد الله، نحن حينما سألنا فيما يتعلق بالظروف التي ولدت حقيقة فكرة إقامة مؤتمر حضرموت الجامع، قيل لنا بأن الفكرة مصدرها حلف حضرموت. نعم، ما صحت نعم الحقيقة هو حلف حضرموت لاعب أساسي في إقامة أو بروز هذه الفكرة، لأن حلف حضرموت طبعا مكون كبير وأساسي وبارز على الساحة الحضرمية، لا أحد ينكره على الإطلاق، وبالتالي دوره لا ينكر وهو الدور الأول والأساسي في هذا الموضوع. لكن لا يعني هذا أن الناس يدعون أنهم هم أصحاب الفكرة، قديمة وليست من اليوم، لها فترات سابقة، وهناك في دعوات من أشخاص معينين حضارم ومن مكونات أخرى كانت تنادي بإقامة مؤتمر جامع لحضرموت قبل فكرة حلف حضرموت، قبل فكرة أيوة، وتبلورت هذه الفكرة الآن، وكان الحلف داعم لها بالشكل الكبير.
رغم أن هناك في أشخاص يدعون أنهم هم أصحاب الفكرة أكثر من واحد، لا شيء، لا داعي لذكر الأسماء، ولكني سمعت من هذا ومن الآخر أنه يقول أنه صاحب فكرة مؤتمر حضرموت الجامع. على كل نحن لا تأخذنا هذه القضية إلى جوانب أخرى، نقول أن هذه الفكرة انبثقت من داخل المجتمع الحضرمي، يراد بها الخير لحضرموت، نحن كلنا معها ونعززها بكل الأمكان. طيب جميل، الآن اتضحت حقيقة ملامح، دعنا نقول وجهات النظر، لا أريد أن أوصف الموضوع بأنه وصل إلى مرحلة الخلاف، دعنا نقول وجهات نظر. هل تعتقد سيتمخض هذا الحرار وهذا التفاعل الإيجابي عن حلول، وبالتالي سيتم استيعاب كل الأفكار في إطار رؤية تصحيح المسار؟ أنا شخصياً لي أمل كبير، لن نيأس، وأنا أكثر تفاؤل، مع أنه بعض الإخوة متشائمين من المواقف التي فيها نوع من التصلب أو التشدد، لكنني لن أفقد الأمل على الإطلاق، لإيماني وقناعتي بأن لا يمكن أن نسمح لأن تكون حضرموت جزئين على الإطلاق. وحدة حضرموت ساحلها وداخلها وصحراها ومرتفعاتها وهضبتها وحدة واحدة لن تنفصل على الإطلاق من خلال عمل وقناعة وإيمان رجالها. هل أفهم بأن ربما هناك مؤشرات خطيرة، ربما تطلق دعوة هنا من الوادي والصحراء بإقامة مؤتمر حضرموت الجامع آخر؟ سأشرح لك الموضوع هذا. تفضل. نحن لسنا مع هذه الفكرة، أولاً قبل أي شرح، لسنا مع فكرة قيام مؤتمر آخر لحضرموت، مع أننا سمعت المناداة بهذه القضية الخطيرة والتي سنعمل بكل جهدنا أن لا تكون على الإطلاق. سمعتها في الخارج وسمعتها في الداخل، ولكننا نحارب هذه الفكرة، ولأننا نعتقد أن إذا قام مؤتمر لحضرموت وقام مؤتمر آخر موازي له لربما يقوم مؤتمر ثالث، وبالتالي يعني حتى لو بقي مؤتمرين في اعتقادي أن الاثنين خاسرين والخاسر الأكبر هو حضرموت. لا، ربما أيضا صورة أخرى سيعبر هذا عن عجز تام في أفكار الناس، عجز تام في حقيقة مستويات المرجحة دائما للحلول السلمية، المرجحة للتقريب بوجهة نظر. الآن هناك لجنة توافقية أو تقوم بالتوفيق، أو توفيقية بالأصح تقوم بالتوفيق، يبدو رئيسها الدكتور جوهي، محمد الجوهي. يعني سمعنا كلام كثير فيما يتعلق بهذا الموضوع، إلى أين هناك تواصل مع اللجان الإشرافية، ونقصد هنا السلطة التي تقوم بالإشراف على الموضوع. أنتم كيف تتفاعلون مع هذه اللجنة؟ نعم، سأوضح هذا الموضوع. في البداية أولا أنا أود أن أقول أنه الجهود، هذه قناعتي، الجهود ستحقق نتائجها إن شاء الله. نحن المسألة لا أفهم أن الكثير يعقدونها أو يعتبرونها متشعبة أو صعبة، ليست صعبة، ولكن أنا أرى أن الصعوبة اللي موجودة فيها تعنت الإخوان في عدم قبول إخوانهم. من تقصد تعنت؟ تقصد اللجان الذين الآن المشكلين للجان، واللي هم يرون أن الأمور يعني كأنها شبه منتهية، أو أنه هذه هي الليان التي لا يمكن أن يضاف إليها أو أن لا يتم تشكيلها بالشكل الأفضل، وهم الساعين الآن في العمل. ماذا لو استمروا يا شيخ؟ لو استمروا ستسير الإجراءات إلى منتهى. في وجهة نظري سيتم شرخ في حضرموت كبير، وسيكون التعنت هو السبب في شرخ حضرموت، وأرجو رجاء كامل أن يعي كل الإخوة، وأنا واثق من أنهم من خلال محبتهم لحضرموت الغالية لن يكون هناك تعنت إلى درجة لا يمكن
أنها تحل المشكلات. المشكلة ليست صعبة، وترك لي فرصة أن أنا أشرح لك الموضوع. تفضل. القضية كلها تكمن في أن يكون هناك إخراج الرؤى والأفكار التي ستقدم لهذا المؤتمر بشكل دقيق وجيد وأيضا نافع يحتوي على كل ما تطلبه حضرموت في المجالات المختلفة. هذه القضية أنا أعتقد أنه في حاجة حضرموت لأبنائها وكوادرها من كل الاتجاهات، فلماذا نحن نحصر القضية في مجموعة محددة تم اختيارها بالطريقة هذه أو بالأخرى ونقول لا للآخرين لا يمكن أن تشاركوا؟ أنا حضرمي، أنا عندي كفاءة ربما تكون أكبر من هذاك، أنا ذاك لا ألغيه، رغم أنه بصراحة أقول أن هناك رجال في اللجان الحالية، في رجال يعني جيدين وفي موقعهم، هؤلاء لا نقول شيء فيهم، رغم أنه إذا أردنا أن نمحص الأمور أن هناك من هو مناسب لهذه اللجان وهناك من هو غير مناسب. طيب شيخ كما علمت أنه أنت أيضا ضمن هذه اللجان. نعم. في بطبر حضرموت الجامعة، لكنك لا أدري لماذا لم تتفاعل أو يمكن لم تحضر بعض الجلسات. أنا طبعا عضو في هذه اللجنة، وللشرف أن أكون عضو في هذه اللجنة، ولكن أنا طرحت وجهة نظري وكنت على استعداد ولا زلت على استعداد لأن أؤدي واجبي، لأنه حضرموت كبيرة وغالية علينا وهذا أقل ما يمكن أن نؤديه من أجلها، ومستعدين لتأدية أكبر من هذا، لكن أنا أريد أن يكون الأمر أكثر جدوى، أريد أن يكون الأمر أكثر صحة، هذا طيب مطلبي. طيب شيخ عبد الله، اللجنة التحضيرية تؤكد دائما بأنها استوعبت الكثير وتم الاستجابة لبعض المطالب، لكنها تخشى أن يرتفع سقف هذا المطالب يعني ليصل حتى إلى الأشخاص. إذن هل نفهم أن رؤية تصحيح المسار تستهدف الأشخاص بعينهم أو الأسلوب والطريقة والمعايير؟ ما هنا هذه المشكلة، لأنه إذا كان الإخوة الذي يقولون انتهى واستكملنا وما أدري إيش، الموجود على الواقع الآن أن هناك في مطالب، الساحل يطالب بمجاميع كبيرة، الوادي يطالب بمجاميع كبيرة، الخارج يطالب بمجاميع كبيرة، نهمش هذه المجاميع كلها ونقول نحن بأي حق؟ أنا أعتقد أنه ليس صحيح. أنا أدعي أننا كل شيء، وأنت تجينا وأنت لك الحق وجزء، وأيضا ممكن الاستفادة منك بقدراتك بخبراتك، وهذا أقول لك لا، ويجينا الثاني أقول له لا، يجينا اللي من الخارج، والخارج يعني يشكل لحضرموت بعد كبير جدا من حيث العدد ومن حيث النوعية والإمكانيات. سنأتي إلى موضوع الخارج بالفعل. ثقل يعني وطني هام، وأيضا ثقل اقتصادي أهم، وأيضا ربما إذا تم استيعاب كل الآراء في مواطن المهجر ربما ستكون مثل رافد مهم جدا لأي مسار حقيقة يستهدف تطور حضرموت. لكن هل تكونت لديكم خلاصة عن حقيقة موقف مثلا اللجان التحضيرية، أم هي يعني سوء تفسير المواقف فقط؟ يعني ربما الناس تسعى إلى تصحيح، ربما الناس يعني كل الإجراءات التي يتخذونها فقط أنتم تفسرونها خطأ. هل وصلتم حقيقة إلى حقيقة ما يسعون إليه؟ أنا بأتكلم عن نفسي بشكل خاص، أنا لا أقول شيء في إخواني الذين عملوا أو ساهموا في هذا الموضوع، أنا أناشدهم فقط أنهم يستوعبوا إخوانهم ويفتحوا صدورهم لهم من أجل أن تعز حضرموت وترتفع، لا أقل ولا أكثر. قدمتم مقترحات بهذا الكلام؟ قدمنا مقترحات، يعني مثلاً على عدد مثلاً اللجان التحضيرية. نعم، قدمنا مقترحات بشكل أبرز عام. أبرز هذه المقترحات ما هي؟ نحن في وادي
وصحراء حضرموت. طيب. اجتمعت مرجعيات الوادي وبعد التفاهم مع رئاسة المؤتمر، لأننا وجدنا تجاوب وكلام جيد واستعداد في أن كل الأمور ستنفذ من أجل لم الشمل الجميع والمشاركة فيه. فاجتمعنا وقدمنا مذكرة فيها 5 نقاط وذهبت إلى رئاسة اللجنة. نعم. على أساس أن يؤخذ بعين الاعتبار أو تدرس هذه الأمور من أجل أننا نكون مع بعض ونناقش أمورنا، نتبادل آراءنا. هنا شيخ أتوقف لأطلع إلى فاصل. بعد الفاصل يريد نتعرف على أبرز النقاط أو 5 نقاط التي وردت في المذكرة التي قمتم برفعها. ممكن. وبالتالي نعرف معنا المشاهد الكريم بالجهود التي تبذل من قبلكم. ممكن. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة حديثنا مع الشيخ عبد الله صالح الكثيري. ابقوا معنا. أهلا بكم. نعود إلى ضيف هذه الحلقة الشيخ عبد الله صالح الكثيري. كنا قبل الفاصل نتحدث بما يتعلق بالمذكرة التي رفعتموها إلى اللجنة التحضيرية واحتوت على 5 نقاط. حدثنا ما هي هذه النقاط؟ رفعنا المذكرة بالفعل حرصا منا على أن يكون العمل أكثر نفع وفائدة. في الفترة السابقة كان هناك حديث عن تحديد موعد لقيام المؤتمر أو انعقاد المؤتمر، وأعتقد أنه كان هكذا المفهوم أنه سيعقد في 20 ديسمبر، وكان فهمنا أنه هذا الموضوع غير صحيح لأنه من العام الماضي تفسد. نعم نعم. فليش؟ لأنه يجب أن يتم الإعداد الجيد المتكامل ثم يتم إعلان موعد المؤتمر، لأنه أي استعجال سيؤدي إلى نتائج ليست طيبة. هذه نقطة. النقطة الثانية، كنا أيضا نشير إلى قضية الاهتمام بكل الحضارم في المهجر وإعطاهم العناية والتواصل التام معهم بشكل كبير، لأنه في التحضيرات الأولى كان هذا الجانب فيه ضعف، وبالتالي نحن أشرنا ونبهنا إلى هذا الموضوع من أجل هذا من ضمن النقاط. ضمن النقاط. وأهم النقاط التي أشرنا إليها أننا نطالب بأن تكون اللجان منضم فيها أغلب مكونات وفئات المجتمع الحضرمي، بقدر ما نستطيع أننا نشكل لجان بالفعل تمثل المجتمع الحضرمي بشكل ده، ولا نحدد نحن نرى أن فلان وفلان وفلان وفلان. ورؤيتنا ومقترحنا أننا هناك مكونات نرجع إليها نتفاهم معهم حول قيام المؤتمر الجامع، وأننا نطلب منهم طلبين، طلب من كل مكون من المكونات: أولا رؤيتهم ومندوبيهم. فإذا تمت هذه، اجتمع المندوبين تجمع الرؤى ويتم الوقوف عليها، تشكل اللجان، وسيشعر كل الناس في كل الساحة الحضرمية أنهم مشاركين وهذا مؤتمرهم لأنه شارك. ماذا حصل؟ حصل تعيين لجان ولم يلتفت أحد لهذه المذكرة أبدا نهائيا. لماذا تعتقد لم يتم العمل هذا الذكر؟ لماذا؟ والله الإجابة الإصرار صعبة على تجاهل هذا الذكر. الإجابة صعبة، ولكن أنا لا أستطيع أن أحدد لماذا، لكن أقول إذا تم الإصرار على أنه لا يمكن إلا ما عمل هذا فقط، ولا يمكن أن تقبل وجهات نظر الناس، لربما هناك أمور خاصة. مثلا؟ لا أدري، لا أدري. هل أنت تشير إلى مؤتمر آخر؟ أبدا.
أنا سأظل بكل ما أستطيع أنادي مؤتمر واحد وأناشد الإخوة أنهم يقبلوا إخوانهم، ومناشدة حادة وقوية لأجل حضرموت. والذي لا يريد أن يستقبل أخوه فأنا أعتقد أنه يراجع نفسه، لربما عنده قضية خاصة به. حضرموت الآن لا تتطلب تغليب الأمور الخاصة على الأمر العام اللي يخص حضرموت. طيب هل يتم الاستئناس بآرائكم مثلا حينما يتم ترشيح أشخاص للجان من الوادي والصحراء؟ هل يتم الرجوع مثلا إلى حلف حضرموت بوادي الصحراء؟ هل في أي مستوى من مستويات التحضير تم الرجوع لكم؟ حلف حضرموت إذا أردنا الرجوع إليه هو تكون بعد استشهاد الشهيد المرحوم سعد بن حبريش العلي عليه رحمة الله. تكون الحلف وكان باسم حلف قبائل حضرموت، والتمت الناس حول هذا، وكان بالفعل ذلك المكون الكبير الحي الذي لربما حضرموت لم تشهد له مثيل. ثم في فترة أخيرة كان هناك في اتفاق وتفاهم على أن توسع دائرة الحلف لكي تضم كافة أو يتم فتح المجال لكل حضرمي لأن يكون منضوي تحت هذا الإطار الكبير، فأصبح الاسم حلف حضرموت بدلا من حلف قبائل حضرموت. نعم. هذه مرحلة يمكن تجاوزناها. نعم. أنا أسأل الآن في الحاضر، أنا بقول لك إيش شيخ في الحاضر. حلف حضرموت الآن هو له فروع أو مكونات، من بينها فرع الوادي والصحراء، وهذا فرع كبير لربما أنا لا أقول أنه أكبر من الفرع الآخر ولكنه موازي أو مساوي لهذا الفرع. نحن في وادي حضرموت هنا التمينا، ومكونات الحلف في الوادي تزيد عن 20-22 مكون. نلتقي ونجتمع، حاولنا أننا نتواصل مع أخوتنا في الساحل وفي الهضبة في أن نشكل كيان واحد وأن نحدد أهداف الحلف، أدبيات الحلف، ونحدد كل ما هو مطلوب لكي نسير على ثبات وعلى يعني جوانب صحيحة ومنتظمة. للأسف لم نلتقي حتى اليوم، فنحن ناشدنا والتقينا عندما جاء وفد من الأخوة من الساحل، والتقينا لأننا في فترات لم نحضر اجتماعات الوادي لنقف ولأيضا نبين موقفنا، فجاءوا الإخوة إلى هنا واتفقنا على أننا نلتقي في المكلة أو سيون، وفي المكلة نحن على استعداد لنتدارس أمرنا ولنصحح كل النواقص والخلل في حلفنا. فطلبوا مدة فأعطينا هذه المدة، انتهت هذه المدة ولم يتم شيء. حاولنا وتابعنا بكل الطرق ولكن لم يتم إلى الآن. وآخر موعد نحن طلبنا فيه من أخواننا أننا نلتقي لكي نصحح كل الخلل وكل الضعف وكل الأشياء النواقص في حلفنا كان في فترة قريبة قبل عدة شهور. طيب تمام. طيب الشيخ عبد الله، هل الآن الموضوع أخذ بعد آخر؟ هل هذا مطلب يسبق حقيقة مطالبكم إلى مؤتمر حضرموت الجامع يعني؟ نعم. بتصحيح. نعم. أيضا مواقف الحلف. نعم. هذا الموضوع سبق المطالبة بمؤتمر حضرموت الجامع، ولكنه لماذا؟ هل ولكنه لماذا؟ 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 ولكنه لماذا؟ لماذا سبق؟ لأننا نريد أن يكون الحلف ثابت، يسير على أسس معينة، له نظامه، له أموره التي تجعله ذلك المكون القوي المستند على أشياء ثوابت. طيب أنت في مركز يا شيخ، أنت في مركز قيادي في حلف حضرموت. نعم. يعني ما مدى تأثيرك
باتجاه يعني انجاح هذه الفكره؟ نحن لازلنا، انا كنت بكمل لك انت، لازلنا الى الان نتابع، ولا بد ان يكون هذا اللقاء من اجل تصحيح الحلف، ولاننا لا نحمل فكره ان هنا شيء وهناك شيء، وهذه ليست موجوده على الاطلاق عندنا ولن توجد. سنظل نطالب بأن يكون الموقف واحد، الحلف واحد، أهدافه، مكوناته، أدبياته، كل شيء يجب أنه، لأنه حضرموت إذا كان ساحلها بجانب وواديها بجانب صحراها لن تكون حضرموت التي نأملها ونتمناها، ولن نكون حضارم أمناء. هناك في مندوبين عن الوادي وصلوا، وكان هناك في اجتماع عقد من أجل لم الشمل وتوحيد الفكرة، كان اجتماع هناك عقد في ريدة الجوهيين في بيت الدكتور محمد الجوهي، وهناك أخوة من الساحل، وهناك اللجنة التي في الوسط، ومجموعة من الوادي، ومجموعة أيضا من الأخوة اللي هم طبعا السائرين في تشكيل اللي شكلوا هذه اللجان وعملوها، والتقوا، وكان اللقاء كاد أن يؤدي إلى النتيجة المطلوبة. ولأنه الناس ليس لها أهداف شخصية ولا خاصة، فطرح على أساس من أجل تلافي أي شيء وعدم البعد في مطالب في ما أدري إيش، حتى لا يتوه الناس، أن هناك في لجنة اللي هي اللجنة التنفيذية واللجنة مشكلة من 18 شخص، كانت الفكرة لتوحيد الأمور وأيضا تجاوز كل المشاكل والخلافات أن يضاف لها 18 شخص آخر، يختار منهم 9 من الساحل و9 من الوادي، وأيضا هؤلاء الناس يجب أن يكونوا بمعايير محددة مواصفات لكي يكونوا إضافة طيبة، إضافة تنفع تفيد وتؤدي باقتدار أمورها المطلوبة. وتكون هذه اللجنة مشتركة، مع أن اللجنة السابقة تبقى كما هي بجميع أعضائها بدون استثناء، وأنه كل ما عملوه الإخوان في اللجان المختصة سواء كان لجنة اقتصادية لجنة سياسية يعتمد ويعتبر ويطرح للجنة الجديدة هذه المكونة من 36 ولا كم شخص بعد إضافة 18. نعم. أيوة. ويتم الوقوف على ما أنجزه الإخوان، وتقدر جهودهم وتعتبر أعمالهم. يأتي تأتي اللجنة الجديدة وتقف أمام ما أفرزته أو ظهرت به اللجنة الاقتصادية مثلا، وينظر فيه إذا كان مكتمل وهذا هو المطلوب وهذا اللي بيفيد وهذا اللي بيكون مناسب لتقديمه للمؤتمر يظل كما هو. إذا كان هناك فيه نقص يستكمل هذا النقص، إذا كان هناك فيه شيء غير مناسب يبعد هذا الشيء الغير مناسب وتستكمل الأمور. وهذا في كل اللجان اللي قامت ب العمل في هذا الاتجاه، ويمشوا الناس على بركة الله في تلاحم وفي موقف واحد، ويتم الإعداد النهائي لإعلان قيام المؤتمر. ماذا حصل بعد ذلك؟ بالنسبة لهذا طبعا أنا لم أحضر الاجتماع هذا، إنما في مندوبين من قبل من ممثلين الوادي والصحراء. الذي حصل أنه إخواننا في الجانب الآخر، وأنا لا أحب هذه الكلمة لأنه كما قلت لا نريد جانبين على الإطلاق، وبإذن الله لن نكون جانبين إن شاء الله. فقالوا أنهم لا يملكون الحق في أنهم يوافقوا أو لا يوافقوا، يعني سيعودوا بالرأي هذا ويطلبوا أنهم يناقشوه بالنسبة لي الجهة اللي عينتهم كمندوبين. وهل ناقشوا؟ لا يعلم الله، إنما تم الاتفاق على عقد اجتماع ثاني
في المكلا، وتم عقد الاجتماع الثاني في المكلا، وللأسف كان الجواب من الإخوة هؤلاء أقسى من الجواب الأول. ما هو؟ أنه عدم قبول لأي شيء، كأن الأمر قد حسم، وكأنه ما تم هو الذي لا يتغير. هذا الذي فهمته من الإخوة المندوبين الذين طلعوا. رغم هذا لم نيأس ولن نيأس، فبدت اللجنة التي تعمل في الوسط هذه، وخاصة الدكتور الجوهي، يريد أن يبذل جهود أكبر، وهذا شيء طيب. نحن نبارك هذا الكلام، ليس لشيء إلا للحفاظ على أن يكون مؤتمر حضرموت. طيب الآن نأتي إلى دور اللجنة التي سافرت إلى المملكة العربية السعودية، وحقيقة كان لها أكثر من لقاء بالمغتربين هناك ورجال الأعمال. نعم. ويبدو أنه تم مناقشة هذا الموضوع ومواضيع كثيرة متعددة. لو تطلعنا يعني أبرز الجهود التي بذلت في هذا الصدد، ما هي وجهة نظر حقيقة المغتربين هناك؟ ما هي درجة مساهمتهم؟ كيف يشعرون بهذه اللحظة وفي ظل هذا التباين وجهات النظر؟ هل لمستم دعم لفكرتكم هناك؟ أنا كنت أحد المشاركين في هذا الوفد، وأعتقد أننا قضينا شهرين في المملكة العربية السعودية، وحصلت هناك اجتماعات كثيرة متعددة، وبعضها من مجاميع هناك سواء كان في الرياض أو في جدة، ومتحمسين جدا لحضرموت ويريدون لها الخير كثير، وعقدوا اجتماعات سواء كانت عامة أو خاصة، وفي هناك اجتماعات مهمة عقدت مع كثير من الشخصيات الأساسية والمهمة الحضرمية هناك، والقادرة على أن تعطي عطاء طيب لحضرموت. بالنسبة للاجتماعات العامة التي حصلت، كانت كل فكرتها، وخاصة اللي عرفتها وشاركت في بعضها ولم أشارك في البعض الآخر، كلها تتوجه إلى أن تطالب بلم الشمل، وأن يكون هناك في قبول لكي يكون المكون واللجان شامل لأغلب أطياف. هل طرحت أفكار من قبل الشخصيات؟ ما طرحت، ليست قضية أفكار، وإنما بيانات صدرت، عدة بيانات صدرت من الاجتماعات. كل اجتماع صدر بيان، وهذه البيانات موجودة للأسف، وكنا نأمل أنه يستمع لها وأن ينظر لها، لأن هذه جاءت من أهل حضرموت ومن الذين يحبون حضرموت والذين يريدون لها الخير، ولهم الحق في أن يكونوا مشاركين. لا أحد يختزل حضرموت ويعتبر هو الوصي على حضرموت. نوضح الفكرة يا شيخ، هل أيضا هناك تباينت الآراء واتفق الجميع باتجاه فكرة محددة؟ يعني هل كان الدعم قويا لفكرة رؤية تصحيح المسار بهذا الاتجاه مثلا؟ إلا الفكرة تقريبا معظم الناس الذين قابلناهم ورأيناهم، واللي عرفنا أن هناك عقدة اجتماعات عامة وحضرنا بعض الاجتماعات، كانت كلها فكرتهم في أنه لازم يتقبلوا الإخوة الناس الآخرين من الأطياف الأخرى ومن المكونات الأخرى، ويجب أن يكون هناك تصحيح لقوام هذه اللجان وإدخال عناصر مهمة جدا في أن تكون موجودة في هذه اللجان من أجل تحسين أدائها ومن أجل أن تكون لجان شاملة لهذا. وتم التواصل مع الإخوان هنا في الدها، وسمعنا من كبار رجال الأعمال في السعودية أنه نحن نرجو أن تلتموا وتتوحدوا وتكونوا صوت واحد
وكتلة واحدة، ونحن على استعداد أن نقدم لحضرموت كل ما تطلب. هذا كلام أنا سمعته بإذني من رجال لهم وزنهم ولهم قيمتهم وقادرين على أن يفيدوا وينفعوا حضرموت. فقط التموا؟ لا، واجمعوا الشمل. مرحبا. فقط مطالبهم اجمعوا الشمل. نعم. واتفقوا على كلمة السؤال. نعم نعم. يقابل ذلك هناك دعم قوي من قبل هذه الشخصية، وشكلوا وفد خرج إلى المكلة. هذه الأمور. إذن دعنا نوقف عند الوفد لنتعرف على مهمة فيما إذا نجحت أم للأسف شديد لم تنجح، ولتعرف على تفاصيل أخرى في المحور الأخير في هذه الحلقة. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة حديثنا مع ضيف الحلقة الشيخ عبد الله صالح الكثيري. ابقوا معنا. أهلا بكم، نعود لمواصلة الحديث مع ضيف هذه الحلقة الشيخ عبد الله صالح الكثيري. توقفنا قبل الفاصل عند موضوع وصول وفد إلى هنا لمحاولة أيضا تحريك الموضوع والتعبير عن وجهات نظر الشخصيات في مواطن الاغتراب وتحديدا في المملكة العربية السعودية. إلى أين وصل الوفد؟ هناك في شيء من التصلب في الموقف أيضا حتى مع الوفد. حتى مع الوفد، وكل المحاولات إلى الآن أيضاً لا زال هناك في موقف، على اعتبار أنه ما شكل هو المكتمل، ما أنجز هو الذي لا شيء بعده، وهكذا. والآن المحاولات كلها تصب في أنه يجب أن يكون هناك في استيعاب وفي فهم وفي توجه من أجل حضرموت لكي نقبل بعضنا البعض، ورجاء رجاء أن نقبل بعضنا البعض، لأنه إذا كان هناك فيه نوع من التصلب سيكون هناك رد فعل غير مناسب نحن لسنا معه ولا نحبذه، وسنظل حتى كما يقول البعض نحفر في الصخر من أجل أما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار. لن نسمح بأن تكون الفجوة كبيرة أو الفجوة ضارة لحضرموت الغالية على الإطلاق. لكن نحن نقول أيضا يجب أن يكون الناس يعودوا إلى تغليب المصلحة العامة، وأن ينظروا النظرة الصحيحة المناسبة التي يمكن من خلالها أن يكون هناك، ربما يفهم الناس أن هناك تنازل. أو تتنازل لمن؟ إذا كان التنازل لحضرموت فليكن. نعم. هل أنت شيخ؟ أنا لا أريدك تتنازل لي ولا أنا أتنازل لك. هل أنت متفائل بمهمة اللجنة، لجنة توفيقية التي رأسها الدكتور؟ أنا قلت لك من أول حديثي أن حمد الجوهي لم أفقد الأمل، لأننا أولاً سمعت كلام جيد جدا وخاصة من قيادة المجموعة، وأنا واثق من أن هؤلاء الناس انتمائهم وحبهم كبير، وأيضا المجموعة الأخرى التي هي ضمن التشكيلة هذه في نهاية الأمر لا يمكن أنها تتمسك نهائيا بأن كل ما عملوه الذي عمل ليس قرآن نزل من السماء، وهم أيضا أشخاص ليسوا، ما أحد يغتر يقول أنا إلا الذي أفهم، الآخرين لا دخل لهم في هذا المهم. ما نعتقد أنه ما يفيده هذا الموضوع. ومن هذا الشخص؟ هذا أخوه وجزء، وربما الناس الذين سيأتون، وهذا الحقيقة إذا أضيفوا سيأتون وفق معايير جيدة وصحيحة وفي كفاءات كبيرة جدا ستعزز هذا الموضوع. لماذا نقول لا؟ أنا مستغرب جدا يعني. فلا يمكن يكون هذا الموقف، حتى
لا نسمح ونضع مجال للذين فيما بعد ييأسوا ويكون لهم موقف آخر وتصبح حضرموت مواقف واختلافات. لماذا تخضع حضرموت يعني بكيانها التاريخي والحضاري حقيقة لمقياس تضارب وجهات نظر؟ لا احنا بنفترض الآن يا شيخ بأنها يعني سوء تقدير المواقف من قبل الطرفين، يعني ليس بغرض تمترس خلف فكرة سياسية، ربما يعني سوء الفهم هو أوجد هذه الحالة من التنافر. فلنقول سوء الفهم ونحسن الظن ونقول سوء الفهم وهكذا نحن نفهم، نزيل هذا سوء الفهم. الناس عندهم استعداد لأن يجلسوا يتفاهموا ويتمسكوا بالمفيد، إما أن يصر كل من الجانبين ولا هذا الجانب ولا هذاك الجانب أنه لا أنا لا، يشوفوا إيش المفيد. وهذا نقطة الالتقاء، إذا كان هناك هذا الجانب مفيد مفيد. هل مقدر يا شيخ أنه إذا ما استمر مثل هذا التعارض حقيقة ربما يرشح أفكار جديدة يعني ويسمح للتدخلات حتى؟ أنا قلت هذا الكلام، هذا قلت الكلام، وهذا الشيء الذي سيفتح الباب واسع من أجل أنه يخلق ظروف لن نستطيع ولن يستطيع الآخرين أن يقفوا من أجل تصحيح الأطلاق. الآن الموجود سهل التصحيح، بل سهل جدا وفي الإمكان تماما. إيش المطلوب فيه؟ مطلوب إن أنا أقبلك وأعمل أنا وأنت معا من أجل شيء ننتمي إليه. والحالة الذي أنا أتشدد وأرفضك سيكون لك وضع آخر، أنت أكيد أنت لك جانبك، لك أمورك الأخرى، وفي إمكانك أن تعمل شيء ثاني، وبالتالي نكون كتل. فأرجو وأدعو الله أن لا يكون هذا الواقع الذي ستعيشه حضرموت. نحن نتطلع وخاصة في هذا الطرف الصعب إلى أن تكون حضرموت واصلة إلى بر الأمان بفضل جهود رجالها الذين هم موجودين وبقدرات وكفاءات عالية قادرين أن يحملوها على أكتافهم ويرسوها. طيب بكلمة الشيخ عبد الله ونحن في ختام هذه الحلقة، على خلفية ما تقدم وما تم مناقشته الآن في هذا الحوار، هل أنت متفائل بالوصول إلى رؤية مشتركة وتجاوز هذه الإشكالية؟ أنا إلى الآن وأنا معك لازلت متفائل، ولكن ما معنى هذا أن تفاؤلي غير محدود. أكيد عندما تنسد الأبواب، أنا لازلت عادنا أشوف باب على الأقل واحد مفتوح رغم إقفال عدد من الأبواب، لكن إذا انسد هذا الباب الأخير سيكون التفاؤل هذا في غير محله. الشيخ عبد الله صالح الكثيري، خلص شكرا لك في ختام اللقاء. الله يسعدك. شكرا لك. شكرا. وشكرا لكم أيها الأحبة، لقاء يتجدد في حلقة جديدة أخرى من لقاء خاص. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.